صباح النور، صباح الورد، صباح الفل. الاحلى مستمعين، الاحلى راديو اي اف ام. اليوم السبت 25 ماي 2024، وانتم تسمعوا في اقتصادنا بالملي. اقتصادنا بالملي باش ترافقكم من 9 ل 10، باش نحكيو بعد شويه مع المستشار ال جي بي علي الخريبي على زوز حاجات. الحاجه الاولى تهم منصه جي بي اي رقميه جديده، وباش نحكيو معاه بالطبيعه وكالعاده على اخر المستجدات المتعلقه بالعفو الجي بي اي. لكن قبل هذا باش يكون عندنا تدخل بالهاتف مع السيد لطفي الرياحي، رئيس المنظمه التونسيه لارشاد المستهلك. صباح النور سي لطفي، تسمع فيا؟ الفل، تحية ليك، تحية لمشاهديك ومستمعيك والفريق العامل معاك، إن شاء الله نهاركم زين. يعيشك، مرحبا بيك، نورتنا يا سيدي. حبينا نرجعوا معاك على نداء وجهته المنظمة التونسية لإرشاد المستهلك لرئيس الجمهورية قيس سعيد تزامنا مع عيد الأضحى، والنداء هذايا حسب مقرنا يهم أسعار بيع اللحم. يعطيك الصحة، صباح الورد، صباح الفل. نحن في ظل الغلاء نتاع الأسعار نتاع اللحوم الحمراء، في ظل استمرارية الغلاء هذا، ونظرا لتدهور القدرة الشرائية للمستهلك، مش معقول نشري اللحم على العلوش على كيلو على 145 و50، وبالتالي الغلاء هذا هو اللي خلانا باش نطلبوا من السيد رئيس الجمهورية باش يدخل ويحدد ثقافة الأسعار هذه بتسعير اللحوم الحمراء. واضح واضح به. انتوما حسب توا المعطيات اللي عندكم كمنظمة تبعوا في الأسعار، نحب ناخذ من عندك زوز معلومات. معدل أسعار بيع اللحم حاليا في السوق حسب الأرقام تاعكم قديش السوق، وشنية السقف اللي انتوما طالبينه؟ نحن باش نوضحوا برشا حاجات. توا حاليا ثم زوز أسعار في السوق، ثم شركة اللحوم وبعض بناء وخيانة الوزارة اللي بيعوا بسوم معقول، بيعوا 35 دينار 33 دينار سوم العدوش، وثم الأغلبية والسوق مكثر زائد يبيع في اللحوم الحمراء بين 45 و 50. باهي سي لطفي، بين 45 و 50 توصلوا حاجة. اي سي لطفي، الجميع نعطيه مثلا شركة اللحوم، شركة اللحوم ماهيش منتج نتاع لحوم، ماهوش فلاح، بالعكس هو تاجر تفصيل ياخذ مع تاجر جملة، وبالتالي معناتها ثم أرباح، تاجر جملة عنده أرباح، وحتى ما يتصور اللي شركة اللحوم تبيع بالخسارة، هذه من حاجة، بالعكس هي رابحة، وعلى هذاك نحن نحبوا تدخل الدولة في الميدان هذا باش الشطط هذا الكبير يتنحى نتاع الغلاء نتاع الأسعار. سي لطفي، حبيت نسألك أنا حاجة أخرى. كيفاش أنتوما تفسروا الفرق في الأسعار هذوما؟ كيفاش نلقاو شركة اللحوم تبيع ب 35 دينار، ومن بعد نلقاو سعر بالتفصيل في بلايص أخرين ب 50 دينار؟ هل أنه المشكل على مستوى المزودين ما همش كيف كيف؟ مسالك التوزيع فيها أكثر من الداخلين؟ شنو اللي يخلي معناها السوم يزيد هكا؟ هذا هو الإشكال معني فيه. اللي خلى السوم هكذا، نحن في تواجدنا في السوق نعرفوا اللي شركة اللحوم اللحم نتاعها جيد من حكاية الجودة، خلافا لما يروج كونه أنثى وكونه ما هو جيد وغيره، بهذا كله ما فماش. الطبيب بيطري موجود في شركة اللحوم، وبالتالي ساهر على الجانب الصحي وعلى الجودة نتاع الفلوس. حاجة أخرى، شركة تاجر جملة اللي قاعد يبيع شركة اللحوم هو نفس تاجر جملة اللي يبيع للفضائيات الأخرين. التفسير ما ثم حتى تفسير آخر، حاولنا نشوفه العرض هي بيدها، المنتوج هو بيده، ما ثم حتى تفسير آخر. كان الهامش الربح الكبير اللي لقاوه يوصل ساعات 15 دينار، كان جاء دينار واثنين وثلاثة واربعة نتهموهم، فهمتني كل واحد لكن كان بهام شركة كبير هكا، على معناتها في شطط كبير يلزم الدولة تتدخل لتسعير لحوم الحمراء كما تدخلت في اللحوم البيضاء، وبالتالي نحن اللحوم البيضاء قاعدة تعرف في نطاق تاع استقرار، سوى تخفيض بالنسبة للسنة مقارنة بالسنة الفارتة، العظم واللحوم البيضاء، وهذا راجع أساسا لتدخل الدولة في هوامش الربح ما بين
المنتج وتاجر التفصيل وتاجر الجملة، وهذا اللي حبيناه في اللحوم الحمراء اللي عرفنا امتلاك فيه. وهنا نعاود نذكر ونقول راهو سعر الشوم، السعر نتاع اللحوم الحمراء يؤثر تأثير مباشر على جميع المنتوجات الأخرى. حتى مش معقول تشري أنت فهمتك تشري أنت كيلو لحم ب 50 دولار وتشري الغلة 3000 ولا 4000. واضح واضح سي لطفي، يعطيكم الصحة على التوضيحات هذه ونحييكم على المبادرة. هل أنه إلى حد الآن معناها فما تجاوب من السلطات، فما شكون اتصل بكم معناها عن طريق القنوات الرسمية ولا الغير الرسمية، خلينا نقولوا من مستوى الحكومة ولا رئيس الجمهورية، باش يتناقشوا معاكم في المقترح هذا؟ أكيد أكيد تم التجاوب. قاعدة وزارة الإشراف من وزارة السلاح وزارة التجارة يخدموا على الموضوع هذا ونتناول في تسعيرة والحاجة كيلو حي اللي يلزموا يتساعد في أقصى وقت ممكن المستهلك يعرف روحه ويقراه قادر باش ياخذ ولا لا. فما خدمة كبيرة قاعدة تخدمها وزارة التجارة وزارة السلاح، يحبوا في أقرب وقت باش نلقوا باش تتسعر السعر باش يكون هكاك على الأقل مقبول. يقولوا نحن راهو كيلو 50 دينار معناتها كيلو حي أقل حاجة 25 دينار، وهذا الموجود توا يقول السعر المذبوع 35 دينار معناتها السعر حي يتراوح فيه 18 19 دينار. فرق أن تشري علوش أنت الكيلو نتاعه 18 19 على وبين 25 دينار وبقى 25 دينار. 5000 كيلو في علوش 60 كيلو 5 في 6 3000 زيتين هكاك معناتها زيتين شطت فيه. وتوا المناكب يقولوا العلوش ما عادش عندي فلاح، تو العلوش موجود عند البشار، وبالتالي الدعوات يقول الفلاح مضرور ومضرور وعد كل شيء. الفلاح باع السلعه بتاعه اموره واضحه، فهمت لي؟ تو عند البشار، وبالتالي الارباح هذه والشطات هذه نلقاها موجوده عند الوصل. واضح. سي لطفي الريحي، نحب نكمل نسالك على زوز حاجات. باش نعطيك السؤال الاول ونخليوك معناها تخمم فيه خاطر باش نخرجوا فاصل ونرجعوا. دونك السؤال الاول، حسب رايك ارتفاع سعر البيع نتاع العلوش خلينا نقولوا الاضحى، فهمني، هل هو نتيجه للاحتكار والا فما زاد مشكل على مستوى المنتوج الوطني؟ معناها ينجمش يكون السبب مثلا نقص عدد الاضاحي اللي موجوده في السوق معناها للمستهلك التونسي. دونك نجيكم حاجه، رغم اللي الاسباب عديده لكن السبب الواضح الاولاني واللي نعرفوه واللي قاعدين نشوفوا فيه كونه ثم نحن كيفاش نقارنوا بتجار التفصيل. تاجر التفصيل يبيع بسوم، تاجر التفصيل يبيع بسوم اخر. كي نلقاو تاجر التفصيل مع الفرق ما بين تجار التفصيل فرق المقبول دينار اثنين ثلاثة، هذيك المنافسة وهذيك كل واحد والخرافة نتاعه وكل. أما كي نلقاو الرقم كبير برشا وفيه يوصل 15 دينار ما عادش حكاية انتاج معناها، ولا تفرض أمر واقع ولا تفرض سعر معين هيمنة كاملة على السوق، وهذا مش معقول. احنا نبان عليه ملي طلع الكيلو وقتها عملناه ب 40 دينار في المساحات التجاريه الكبرى، وقلنا راهو هذا يحب يتبعونا مع الغلاء، وبالتالي مش معقول. على هذاك من خاطر ماهيش صحيح، تو الجوانب الاخرين الكل موجوده، العلف موجود، النقص موجود، لكن كيفاش تفسر انت معناتها بيع تفصيلي يبيع بسعر وبيع تفصيلي يبيع بسعر اخر والفارق شاسع ونفس المنتوج؟ هذا يلزم يتوضح صراحه، ويلزم تدخل الدوله باش نقصوا هالغبن هذا الموجود وهالشطات الكبير هذه اللي نلقاو. واضح واضح به. خلينا نكملوا معاك اخر سؤال. مثلا خلينا نمشيوا في نظريه انه تم تسقيف الاسعار، لكن المواطن والمستهلك التونسي القى ممارسات اخرى في السوق، شنو ينجم يعمل؟ كيفاش يبلغ على التجاوزات هذه؟ هل انه عندكم تطبيق، عندكم رقم هاتف مثلا؟ هي راهي نكونوا واضحين، فهمتي، راهي جهه الرقابه في تونس خاصه في المواسم
الواحد رأيها فعلة وفعلة جدا. تمشي ما نتصورش أنا كما تعمل الجاز سعر الجاز حتى حد من نجم يبيع بأكثر تبقى تجاوزات جهزة الرقابة واقفة. فبني التطبيقات عندنا نحن تطبيق اسمه كيفاش على البلاي ستور تهبطها وتعلم على المخالفة. عندك عديد الأرقام الموجودة سواء وزارة التجارة ولا وزارة الفلاحة ولا وزارة الداخلية، وهنا الرقابة موجودة بكيفية كونها في صورة تسعير الحظ حتى حد ما نجم راه يفوت الدولة ويعمل سعر. واضح واضح واضح، يعطيك الصحة سي لطفي، نشكروك على التدخل متاعك وعلى المعلومات القائمة. كان معكم لطفي الرياحي، نذكركم رئيس المنظمة التونسية لإرشاد المستهلك. المنظمة هذه وجهت نداء لرئاسة الجمهورية بمناسبة عيد الأضحى لتسقيف الأسعار. السيد لطفي الرياحي يقول لنا أنه مثلا شركة اللحوم تبيع كيلو اللحم ب 35 دينار، هذاك علاش رانا نجمو نمشيو في إجراء وين اللحم يتباع في السوق الكل بنفس السوم ونسقفوا الأسعار هذه، لأنه حسب المعلومات اللي عنده حسب تحليله للوضع الحالي راهو 50 دينار كيلو اللحم ماهوش نتيجة مشكل في الإنتاج بل نتيجة مشكل في مسالك التوزيع، وعلى ما يبدو هنالك مستوى متاع هنالك ممارسات احتكار خلينا نقوله ولا متاع أسعار مفروضة على المواطن. يعطيك الصحة سي لطفي الرياحي مرة أخرى. احنا تود سويت نتعداو لنحكيو بالملي.